تعال تعال الكم مجرم خبز العباس الكم ليد الكم فاتت معدة خبز خبز العباس عجبك ليد سوي لايك اذا لا سوي لا 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 مرحبا حياكم الله في فيديو جديد اسطوري اما نبدا صلوا على النبي اللهم صل وسلم على نبينا محمد واذا ما انت مشترك اشترك سوي لايك فعل جرس التنبيهات وخش على اليوم وانا جالس على جوالي لا مو جالس على جوالي بالحقيقه لا جت في بالي فكره ليش ما اسرق البنك وعندي اهداف يا جماعه مبلغ الاشياء اللي راح اسرقها اكثر من 50,000 دولار والهدف الثاني ما تمسكني الشرطه ترجعوا على المقطع الاخر عشان تشوفوا ايش صار بدينا يا جماعه بدينا اخذ سلاح ودرع الله يا جماعه الله يوفقنا لا صديقه ايش الله روح يا بعدي روح بس بسرقهم سرق بسرقهم سرق معاكم خبرة 11 سنة كذاب واضح اني صح ذاك شرطي هناك ليش راقب جدي انا ليش راقب جدي ليش تعال يا كلب يا كان بيشوفني عيال روح لا يقلع وجهك روح ما عندك شغل غيري روح يا عيال ادخل فك يا عيال فك عشان كذا بسلك في القناة يا الله فكينا الباب يا جماعة فكينا الباب كاميرا تتصور ابلعي بس ابلع تعال القم تطيح معايا هنا القم طف الانذار القم يا كلب الحين اجيب الشنطتين الباقيين تعال هنا الايم شوف يودي جماعة طبف حبة في الراس حي ذي العين يا جماعة معاكم المجرم الاسطورة اسمي من الاخر حبز يقطع ام النظام بس خبز العباس معاكم مجرم خبز العباس والله ان المقطع اثر علي صح شافني بس اعطى بوست بس حيكم لا تتم عدا خبز العباس قسم بالله الاغنيه نار وشرار ذي الشنطه يا جماعه بدخل فيها كل المسروقات واروح شكله هنا من الفلوس الحين لازم نخطط له يعني ما لعبت اللعبه من قبل يعني لو يقولون انا لعبت اللعبه لا ما لعبتها شوي بس معليش يعني تمشونا اذا عرفت الخطه عارف وش اسوي الحين افتح لي الباب كاميرا تصور القمي بس شوف يدينك تعال لا وش ذا مدرع وقف الام الانذار وقف اجلس هنا اسمع لك نفس تتحرك تبلغ منه يمين يسار حركات الذكاء والله انظر دمك الحين معاي رشاش لا احطه في حلقك والله لا كمل الرصاص في حلقك تتحرك لا اسمع لك نفس يا كلب مش قاعد اكلم نفسي افتح امه يا جماعه خبره 10 سنوات سرقه فلوس من محفظتي يا الله وش ذا الغرفه وش ذا الغرفه وين ادخل ما مفتوح ادخل كاين وش ذا كافيتيريا الله يقطع راسكم يا الشيخ يقطع راسكم منا ادخل بس ادخل يا حمار يلا يا عيال شدوا الهمة داخل كذا بدون رهينة راح اسرق وش ذا اللكاعة وإذا استطاوة هنا يا ابوي استطاوة ولا احد يتحدوني القم الهد الخرافي يا جماعة بابين باب ذا هذا ضربته هد يا جماعة يعني خيالي اذا عجبك الهد سوي لايك اذا لا سوي متلازمة ابو عبير ما نقدر نسوي شيء اذا تسوي تعليق تنقدني ابو عبير هو شو اسوي له انا الله يا جماعة هجتهم تهجيد ادخل ارفع يدك لا يكسر المدير وعندك فلوس هناك اتذكرك الحين اجيب الشنطة وابي ام الفلوس هنا
وعطيتني بطاقة. وتذكر أن فيه في بطاقة في الكافيتيريا بطاقة يا جماعة حيك يا الذاكرة، ذاكرة ذهبية يا جماعة، يعني ذاكرتي يعني تصنف من أفضل الذاكرات في العالم. كلام على الفاضي. يلا يا جماعة عنا بطاقتين، عنا بطاقتين الحين بنجرب أي بطاقة في باب. يعني يا جماعة لو شفتوا في الغرفة الثانية اللي دخل أول غرفة دخلناها منه كان في باب. حيك يا جماعة ذكاء، يا رب البطاقة، يا رب البطاقة. هي يا جماعة هي أنا مش سويتش، أنا مش سويتش يا جماعة، يعني حين أقتل ولا أسوي أسرق ما يرن الجرس ذاك يا جماعة عشان يجون الشرطة. حيك الذكاء، ذكاء ما بعده ذكاء. حين افتح ذا الباب بالتأكيد هذه البطاقة، بالتأكيد بالعنكة والذكاء والدهاء. ملك الحنكة، ملك الحنكة، لو يعني متفق على حبي يعني. طعم النرجسية يا محمد أودن أنت. شكلي ودي أدخل في خالكن. لو مساعد هنا يشوف الفيديو إن شاء الله اليوتيوب يقتنع عن مساعد داسري أو أوبل زينك بوليز كذا عزيز جونا بالجونا. يعني لو شيء حلو لو ادخل فالكون بسوي لكم تحدي الغالي والرخيص. امزح 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 اتشدونها امزح اتشخصا. الله يا جماعة سلاسل وخواتم، وش ذا وش ذا يا جماعة البنك الخرافي. الله شوف يا جماعة خواتم ساعات رولكس، والله هذا ساعات خايسة. مانيش ماني أسرق يا الشيخ، أسرق يا الشيخ. هيك الخواتم، شوف خواتم، شوف الخواتم، خواتم ولا بدايات؟ إيو. ختام بداية خواتم، فاهمين يا جماعة؟ الله يسعدكم، الله يسعدكم دنيا وآخرة. يعني تضحكون على ذباتي، ذباتي تمدحونها كثير. الله يسعدكم. فلوس، ايه الربطات الثقة، ايه الربطات، ايه الربطات، ايه الربطات. الحين يجي الشرطة نتفاوض ولا؟ شكلي متأثر بجراند، شكلي متأثر بجراند. أتابع كثير ذربحة بصراحة، يعني تأثر غصب تأثر كذا. فايدك فايدك هاك كافح المكافح ثقة، أربع يدك ولا يكثر عشان ما أعط. ذهب ذهب يا عيال، ذهب ذهب يا عيال، ذهب يا عيال، ذهب يا عيال، ذهب ذهب. شو اسمه ذي؟ وش كم وش نسيت اسمها؟ باروك الذا، لا باروك، شو باروكة نسيت اسمها يا جماعة، الماسة تقول ايش اسمها يا رب نسيت اسمها. سبيكة، سبيكة يا السبك، سبيكة الذهب نسيت اسمها، والله نسيت، والله ما درينا ما درينا. الشنطة الثانية يا جماعة خلصت مليانة ساعات واسوة كذا سلاسل وخواتم وفيها سبيكة الذهب السبك. لا لا مش انت السبك، لا لا مستحيل. الحين وين نطلع؟ نطلع المكتب المدير الخايس، نطلع كان عنده فلوس يا جماعة. اتذكر انا عندي ذاكرة ذهبية، وش تسوي عندك الفلوس؟ ليش ما تعطيها؟ انا بصراحة ما راح اسرقها لي، بصراحة بصراحة راح اوديها، ما راح اسرقها لي، راح اوديها للشباب عشان يستثمرون، يعني فاهمين، عشان يستثمرون في مستقبلهم. انت ليش يعني كذا محكر فلوسك هنا جالس هنا؟ ما فلوس يعني تروح رايحه رايحه، الفلوس الفلوس رايحه رايحه. ولا تنسى توقف الفيديو، انزل اشترك في القناة، اكتب اي تعليق حلو زيك يا الحلو يا الحلو يا الحلو. 05 05 55. ارقم فيك، ارقم فيك هنا، ارقم فيك يا جد. بس لا لا المتابعين لا يدخلون الاشتراك، ايه يا ربي لا فلوس دي مو كثيرة يا جماعة. شوفون هنا مبلغ السرقات $9,000 مبلغ الفلوس ذيك اللي اخذتها يا جماعة. الحين شوف يا رب يا رب، الهدف الاول تبعنا يا جماعة روح روح، ما قتلونا الشرطة، كملنا الشرطة دهموني وقتلتهم، دهموني وهنا ما عندنا الا قوة الشتات، ما تسمع الا راح 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 راح. شنطة ثانية، شنطة ثانية، شنطة ثانية، 36,000. بس 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 يا شكلنا ما راح نوصل الهدف، شكلنا ما راح نوصل الهدف. اخر شنطة يا عيال، اخر شنطة ذي العجيبة
يا الله، بس والله والله لا تكتبون. اوه هنا فيه السبيكة، فيه السبيكة. يا رب توصلنا، يا رب توصلنا، يا رب توصلنا، يا رب توصلنا لهدفنا. اوه هدفنا، هدفنا، هدفنا. ملك، ملك الكورة. شنو هذا السورة؟ 67,000 عيال. ليتس جو عيال، جبنا اهدافنا. بكذا نكون وصلنا لنهاية المقطع. سوي لايك، اشترك في القناة، فعل جرس التنبيهات. السلام عليكم.